السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة بانوراما للأعمال الخشبية. يا ريت قبل أي شيء تشتركوا معنا في القناة اللي ما اشتركش وتضغطوا زر الجرس وتضغطوا إعجاب للفيديو عشان يصل أكبر عدد ممكن من المتابعين. أولا كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. إن شاء الله نتكلم معاكم النهاردة عن الفانوس الصيني. الفانوس الصيني اللي هو جاي من الصين يعني سواء خشب أو بلاستيك أو معدن أو أي شيء. نتكلم معاكم النهاردة إن الفانوس ده يا جماعة خطر جدا، لانه طبعا حضراتكم متابعين وفيروس كورونا، فيروس كورونا ده طبعا نشا في الصين وموجود بقاله فتره ومازال موجود، فممكن الفوانيس اللي جايه من الصين ديت يكون موجود على الفيروس ده. وطبعا الفيروس ده معروف ان هو بيعيش لمده كبيره على الاسطح، يعني مثلا بيعيش على سطح المعدن 9 ايام. يعني الفيروس ده لما موجود على سطح معدني بيفضل 9 ايام عايش، يعني ممكن يكون مشحون بقاله يومين 3 اسبوع وممكن يكون موجود لسه، ممكن يتكاثر، ممكن يكون موجود هنا ويتكاثر. فاحنا يا ريت ناخد بالنا، احنا قدامنا الفانوس الخشبي اهون. الفانوس الخشبي جميل جدا ممتاز، شكله شيك، فيه ليزر، فيه نور، فيه اضاءه، تصنيعه اصلا تم بمكنه ليزر مش عشوائي ولا حاجه. فيه جميع الاحجام زي ما انتم حضراتكم شايفين، فيه جميع الاحجام صغير وكبير وسط، فيه مقاسات كبيره جدا منه وشكله شيك. وكمان احنا بندعم، احنا كمان كمصريين ندعم بعض، ندعم الجانب الاقتصادي، لان طبعا صناعه الاساس متوقفه بقالها فتره كبيره جدا وبتعاني، فمنه نستفاد، يعني نساعد بعض، نساعد القطاع الاقتصادي الخشبي والصناعيه، نساعدهم ونعمل دخل لبلدنا، وكمان نحمي نفسنا من اضرار فيروس كورونا، لان اي شيء صيني النهارده نخاف منه. كمان هو شكله ظريف، يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين مطبوع عليه بالليزر اهوت، وفي الاضاءه وفي الليزر في الصوت كمان، وجميل جدا. وده خوفا مني عليكم يعني. فبلاش يا جماعه في الفتره الجايه ديت بلاش اي شيء صيني، سواء فوانيس، اكل، شرب، اي شيء. وفي النهايه ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتعملوا زر الجرس وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.